فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا بعت على شخص بقيمة أغلى مما هي في السوق، فهل علي شيء في ذلك؟ إن كان أنك خدعته فلا يجوز هذا، أما إن كان أنك ما خدعته والزيادة لها سبب وهو التأجيل، ما في شك أن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال. إذا كان الزيادة لها سبب وهو التأجيل فلا مانع. نعم.